بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واغفر اللهم لابي وامي واموات المسلمين اجمعين النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه موفره جدا جدا وجميله من منتج او بقايا منتج احنا بنستخدمه تقريبا كل يوم في بيوتنا وبنرميه النهارده هنعمل وصفات من قشر الليمون ايوه قشر الليمون مفيش بيت مفيهوش ليمون لما بتستخدمي الليمون بقى لفول لسلطة لشوربة خضار اي العصير اي كان الاستخدام بتاعك بشيل القشر بتاعه في الفريزر يمكن كنت وردته لكم قبل كده في الفيديو بتاع تنظيف الفريزر كلها واحطها في حلة واحط عليها مية ممكن يكون في ليمونة نص ليمونة ضرب من جزء منه ليمونة بغزة مش هتفرق يعني حتى لو ليمونة بايظة زي كده مفيش مشكلة خالص برضو بحطها وبشيلها في ناس بتقول إن هي بتخلله لكن أنا ما بقترحش في الموضوع دوت نهائيا يعني لكن برضو عايزة أقول لكم إن هو بينفع إن هو على وش برطمانات المخلل بيمنع إن الطبقة اللي فوق ديت لو حصل فيها أي عفن أو أي ريحة مش لطيفة بتتشال مع الطبقة اللي فوق ديت أنا حطيت المية ولازم المية تغلي جامد بص المية بقى لونها كلها أصفر لازم يغلي نص ساعة ساعة إلا ربع لدرجة إن يكون خلاص الليمون اتهرى لازم توصليه للمرحلة دي انا فضيته في علبه ومخضيت الماية في ازازه عشان كانوا سخنين ما كنتش هتصور في نفس الوقت دوت لتاني يوم وده كده احنا تاني يوم اصور معاكم اللي طلع دوت اللمود مهري لازم اضربه في الخلاط ده بضيفه لصابون المواعين عايزه اقولك لك ان هو بيخلي الالومونيا بتبرق والاستلس وبيوفر معاكي جدا جدا في صابون المواعين لما تيجي تضربيه في الخلاط حطي الاول حبه ميه صغيرين وبعد كده اضربيه ولازم تصفيه بعد ما تعمليه في ناس مش بتحب تاخد الليمون دوت تستخدمه وتزود مية تقولك عشان الرواسب ديت لكن انت لما بتصفيه بصي صفيته بقى عامل زي الكريم ازاي وده القشر فعلا والبسر حطيته هنا في كيس عشان ارميه على طول على الباسكت بعد مربطه. ما اربطه ما يختلطش ولا ينزل لي سوائل جوه الباسكت بتاعي السائل الكريمي دوت هضيف عليه صابون المعين اي نوع اللي كان عندي كان عندي بريل دي تقريبا ازازه الا ربع هفضيها كلها والطبق دوت فيه من السائل دوت بتاع ليمون فيه حوالي 3 لتر انا لسه كمان هزود عليهم ميه الوصفه دي جباره ريحه المواعين بتاعتك وريحه فوق المطبخ لو غسلت فوق المطبخ بعد ما تخلصي ريحه الليمون حاجه منعشه جدا 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 بتزود الفاعليه بتاعه الصابون بشكل غير عادي وبتزود الكميه يعني بتوفر معاكي وتديكي نتيجة كويسة وانتي اصلا مش خسرانين حاجة حبة قشر ليمون كنا هنرميهم وحبة مية من الحنفية وغليناهم مفيش اكتر من كده عارفة بعد ما خلصت الخلطة ديت حتى الاواني اللي كنت بستخدمها المعلقة والطبق وال... والقمع وانا بصفي والحاجات دي كلها الحاجة كلها بقت بتبرق وبقت ريحتها جميلة جدا هبدأ بقى اصفيه في ازايز انا مجهزة ازايز عشان افضيه فيها طبعا لونه غير لما حطيت له البريل البريل فيه لون جامد عمل لي ازازتين من الجيركن بتاع البرسيل جيل ازازتين كبار وازازه كمان لتر ونص من صابون مواعين نوع تاني الاوكسي من انواع الصابون اللي انا بحبها اتبقى السائل الاصفر دوت اللي هي مية بتاعه الليمون ودي بقى تعملي منها احلى اسبراي معطر ومعقم لو انا فضيتها في ازازه طبعا لازم اصفيها عشان هستخدم ازازه بخاخ فلازم تتصفى عشان ما يكونش فيها اي دفل طيب الازازه ديت هزودها حبه ميه واحطها في التلاجة ودي بقى حاجة تانية هنعملها بالمعطر بس لسه اصبروا بس كده عليا المهم الازاز الاولانية ديت دي تاخدي منها تغسلي فراخ تغسلي اي حاجة منبار في اي حاجة فيها زفارة بتبقى تحفة معاكي اما الازازة التانية حطيت فيها آه غطا من المعطر بتاع ماي واي ريحته حلوة قوي قوي اللي هو ذا سيكريت وكده بقى عندي بقى ارش انضف السيراميك زي ما انت شفتوا بعد ما تخلصي شغل المطبخ بتاعك ترش على البوتاجاز على المطبخ على السيراميك على الترابيزات وانت بتلمعيها تحفه 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 بيعطرها وبينضفها هيوفر عليكي كتير جدا جدا وهيديكي ريحة تعقيم وريحة منعشة وممكن تحطي منه في مية المسح كمان صراحة جربوه ومش هتخسروه انا لكم على استخدامات كتير وقولوا لي انت كمان بتستخدميه في ايه وممكن تستخدميه في ايه عندك افكار تانية اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ما في لايك وكومنت حلو زيكم واشوفكم في فيديو تاني بامر الله ونادي كل الستات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته